ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الاحد 1 يناير كانون الثاني 2023. انا مريم. توقعاتك يا ميزان، التوقعات العشرية الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. اوقات عصيبة كتير هتبقى بتواجهك، لازم تستعد علشان تواجهها. مشكلة جديدة هتبقى قدامك، الأمور مش في أحسن مكان، في أحسن أحوالها في مكان الشغل. أنت مش عارف تنجز سوى حاجات بسيطة جدا، لكن ما تخليش الموضوع ده يخوفك. المرحلة دي بتيجي وبتمشي في كل حياتنا. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر. أنت في موقف صعب، هتقابل تحديات بصورة تعتبر متكررة بشكل يعتبر غير عادي. كل ده هيسبب ليك كتير من الضغوط. ممكن تبعد عن كل الطرق دي بدل ما انك تتحمل مسؤولية كل حاجة، هيساعدك ده علشان توفر طاقتك اكتر. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التالتة مواليد 14 اكتوبر ل 22 اكتوبر. انت هتتحمل حمل تقيل جدا من المشكلات، هتبتدي تخفف الاثقال اللي بتبقى عليك علشان تعرف تستمر المصاعب علشان تعرف ما تستمرش المصاعب في الزياده. لو ما عملتش كده هتستمر للاسف. لازم توصل لاستراتيجيه تعرف تتعامل بيها مع كل التحديات اللي بتبقى بتواجهك من غير ما تضيع كتير من الطاقه في نفس الوقت. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.